ضيفتنا في الاستوديو دكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقات الدولية والقائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وأعتقد هو نموذج كمان لكل اخواتنا الصغيرين لما يشوفوه، كمان يشوفوا شاب وصل لهذا المنصب ووصل لهذا القدر من العلم ووصل لهذا القدر كمان من الفكر الجديد اللي بتترناه الدولة الصراحة على مدار الثمان سنوات، سواء في التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي وفي التخصصات المختلفة. فهو أصلا نموذج كمان نقدر كل اخواتنا لو شافوه هيحتذي بيه. دكتور محمد، نورت راديو سين سين. الف شكر، الف شكر على يعني التقديم ده، واهلا وسهلا بالساده المستمعين. نخش على طول على الجامعات الاهليه، كلنا سمعنا عليها الفتره اللي فاتت واشتغل عليها الدوله، واعتقد وصلنا السنه دي يمكن هيوصل ل 11 جامعه اهليه، اعتقد في اربعه او خمسه خلصوا منهم لو انا المعلومات عندي صح يعني، وكتير من طلابنا بداوا يروحوا ليها. بس انا عايز افهم بقيه اولياء الامور وبقيه الطلاب اللي بيسمعوا دلوقتي، هي ايه الجامعات الاهليه اصلا؟ اولا بشكر حضرتك على السؤال. احنا ابتدينا باربع جامعات اهليه. تمام. اللي هم ابتدينا بالجلاله، الملك سلمان، المنصوره الجديده، والعالمين. هيل. ودول الاربعه اللي ابتدوا من 3 سنين يعني. تمام. انا السنه دي ان شاء الله سنه ثالثه داخله عندي، ولكن الدوله توسعت والسنه دي ان شاء الله في 12 جامعه اهليه. 12 جامعه طالعه من الظهير الحكومي. هيل. ايه فكره الجامعات الاهليه يا استاذ احمد؟ أوه. اولا الدوله لقت ان احنا ابتدينا كان عندنا الجامعات الحكوميه. تمام. حصل التجدس الجامد اللي احنا عارفينه في الجامعات. صحيح. الحكوميه، وابتدينا نشتغل على الجامعات الخاصه. ابتدت تطلع الجامعات الخاصه، ولكن لقت الدوله ان في جاب طبعا احنا محتاجين ان احنا نغطيه. فهنا تدخل. هو الجاب كان مالي بس ولا في كل حاجه؟ في كل حاجه. كل حاجه مالي وتعليم. صحيح. المنتج اللي خارج، فقلنا لازم يبتدي يكون في حاجه اسمها الجامعات الاهليه. تمام. هي جامعات بمصروفات، انا بدفع مصاريف بس مش زي الجامعات الخاصه. الخاصه. صحيح. وفي نفس الوقت مش مجانا زي الجامعات. تمام. ولكن مش بس للقادر. أوه. لان انا بدي منح. هاي. بدي منح دراسيه في كل الجامعات. أوه. للمتفوقين من اخواتنا الصغيرين. للمتفوقين. أوه. واللي يكمل تفوقه. هاي. ممكن بدي فيه لغايه 100% منحه. تمام. للطالب لغايه ما يتخرج بياخد 100% منحه وبيتخرج منها، لان ده حقه. طالب هو متفوق يبقى لازم ياخد الادفانتج ده او البريفليج ده. تمام. ففكرت الدوله فراحت عملت الجامعات الاهليه. ميش. ولكن ما كانش مجرد بس، لا، كان طريقه التدريس. البرامج اللي انا هدرس فيها. تمام. مين اللي هيدرسه. كل الحاجات دي كانت مهمه جدا ان احنا نضيفها الى الجامعات الأهلية. الكليات نفسها والتخصصات نفسها كمان مختلفة أعتقد عن الحكومي وعن الخاص. بالظبط. هي بقت عبارة عن جامعة برامج. تمام. أنا عندي المجالات طبعا، اللي هي مجال الطب، مجال الصيدلة والهندسة. ولكن بقى البروجرامز اللي بتتاخد في هذه المجالات اختلفت. فتبص مثلا تلاقي في الهندسة مثلا تكلم على ميجاترونكس. تمام. تكلم على سوفت وير انجينيرنج، على الكمبيوتر انجينيرنج، تكلم على البيج داتا، تكلم في العلوم الحاسب، نتكلم على السايبر سيكيورتي، الداتا، البايو انفورماتكس، الارتفيشال انتليجنس، تكلم على البايو تكنولوجي، النانو تكنولوجي، وهكذا. الديجيتال ماركتنج بجانب المدني بقى والعمارة والحاجات القديمة طبعا موجودة، بس مش قديمة. هي بتدرس بطريقة مختلفة. تمام. وبأبروتش أشوف السوق محتاج إيه. تمام. لأن دي كانت حاجة من الحاجات اللي إحنا دايما كلنا بنتكلم فيها. أنا بطلع خريج جايز عارف كويس قوي، ولكن طبعا ايه مهاراته ان هو يطبق الشغل اللي انا محتاجه. صحيح. فهي الحته دي مختلف عن بقيه الخريجين في ايه؟ سوق العمل اصلا محتاجه ولا لا؟ بالظبط. فمختلف في ايه؟ اختلف ان انا من داي زيرو، اول ما الطالب يخش عندي في الجلاله، احنا الحمد لله دي سنه ثالثه اللي داخله عندنا. ان من اول يوم ابتديت اخده لسوق العمل. هايل. ويبتدي بشكل برامج تدريبيه مثلا؟ برامج تدريبيه. تمام. يشوف سوق العمل محتاج ايه؟ ايه المهارات اللي سوق العمل محتاجها؟ وفي نفس الوقت انا رحت لسوق العمل. تمام. واحنا بنحط اوريدي، لان خبراء حطوا البرامج دي راحوا لسوق العمل. خبراء مصريين ولا دوليين؟ كان خبراء مصريين، واستعنا ببنش مارك عالمي في كل البرامج. هاي. فده كان مهم جدا. فرحنا وشفنا ايه المهارات اللي المفروض يبقى الطالب محتاجها ونبتدي ننميه فيها. بس ما بقفش هنا بقى. أوه. لا، ده انا كمان بجيبه معايا في حاجه اسمها بروفيسور اوف براكتس، يجي ويدرس معايا ويجي ويحكم المشاريع بتاعتهم فالحته دي، واعمل لهم ويبينارز وسيمينارز برضه سواء مصري او دولي. طبعا بنش مارك بيبقى فيه ده وده. انا كان مهم جدا يعني، انا الجلاله دلوقتي انا باورد باي اريزونا ستيت. ليه اخترت جامعه اريزونا؟ جامعه ولايه اريزونا هي نمره واحد في امريكا في الابتكار. تمام. واحده من احسن 130 جامعه على مستوى العالم، وده كان تكليف من فخامه الرئيس شخصيا. تمام. نمره 2 في الامباكت رانكينج لما نتكلم على التنميه المستدامه، ومصر داخله على الكوب 27 ولازم نبين ازاي ان احنا مهتمين جدا بالحته دي. فقدرنا نعمل الشراكه دي. والشراكه دي ان انا هدي خمس برامج السنه دي بالتعاون مع جامعه اريزونا، بس احنا رسمين خطه.
بس ان احنا نوصل لاكثر من 35 برنامج بدل ما اولادنا يسافروا بره. لا الحمد لله بنقدر نوفر الشهاده دي موجوده هنا، او بدل ما اولادنا يسافروا بره واعتقد ممكن نجيب اللي من بره هنا كمان، وهو ده اللي احنا شغالين عليه. هي. يعني هو من حقه في اي وقت عايز يطلع يسافر يسافر، مش اي مشكله مع اريزونا، ويقدر يروح ويجي زي ما هو عايز. بس كمان ان احنا نبقى متاحين لكل اخواتنا في المنطقه العربيه كلها والدول الافريقيه، بل بالعكس كان عندنا زياره من امريكا الجنوبيه ابتدوا يفكروا ان هم يبعتوا اولادهم لما شافوا فرق البرايسنج ما بين السعر المصاريف في جامعه الجلاله ولو هيسفروا ل بمناسبه البرايسنج، بمناسبه التسعير، خلينا نقول برضو ان السوق متاح لكم دلوقتي، ان في بعض الاسواق في الجامعات تحديدا الماركت فيها وقف شويه، وانا بلمح طبعا على اوكرانيا وبعض الدول اللي كان فيها ده. فانت عندك سوق دلوقتي بتحتاج بقى كتير من الماركتنج اللي تقدر تجيب بيها طلاب من بره، وده فعلا اللي حصل الحمد لله. استغليته ده، استغلينا ده طبعا، والحمد لله يعني كل اولادنا اللي رجعوا من اوكرانيا قدرنا نستوعبهم. عندنا في الجلاله اكتر من 100 طالب ودخلوا في برامج مختلفه. وكمان ابتدينا نعمل مع اداره الوافدين في وزاره التعليم العالي ان احنا ابتدينا نكتسب مصر واحده من احسن 20 ديستنيشن للطلبه الوافدين على مستوى العالم. طب. ده اكوردنج ليونسكو، هي ارقام عالميه. واما اتفرج يا دكتور كمان على البنيه التحتيه الصراحه المعموله في الجامعه، لا هي مشجعه. يعني طبعا انا هخش في التخصصات وهخش في كل الطلاب عايزين يسمعوه، ولكن البنيه التحتيه مشجعه الصراحه ان انا اقدر اجيب اي وافد من بره. هي فعلا جامعه من الجيل الرابع، هي مش مجرد كلام. لكن بقى بالانفراستراكشر الموجوده، طريقه التدريس، الاس اي اس اللي اتحط، ال ام اس اللي هو ليرنينج مانجمنت سيستم، الاتفاقيات اللي احنا عملناها، فعلا بقى عندي جامعه. يعني كنت فخور جدا من حوالي شهرين كان عندي وفد من دول افريقيه قال لك احنا مش مصدقين ان دي جامعه في افريقيا. امبارح كان عندي معالي سفيره البرتغال في زياره، بتقول لك انتوا جامعه تواكب اي جامعه على مستوى العالم. وده اللي احنا كنا صراحه محتاجينه، عشان برضه انت، انا الدخل مهم بالنسبه لي. طبعا انا هتكلم على اسلوب التعليم، بس الدخل مهم ليه؟ عشان الاستمراريه. انا عايز يبقى فيه استمراريه، فطول ما انا محافظ على ان بيجي لي دخل حتى لو الدخل قليل، بس يقدر يصرف على الشكل اللي حضرتك عاملينه، تفرق معايا كتير جدا. ما حضرتك خد بالك انا جامعه حكوميه اهليه غير هادفه للربح كمان. يعني انا اي ارباح او اي فائض في الميزانيه بتاعتي بضخه تاني جوه الجامعه لتحسين الجوده التعليميه، للانفراستراكشر بتاعتي، البنيه التحتيه، كل الحاجات دي بصرفها تاني على الجامعه. فالجامعه الحمد لله بتتقدم من يوم عن يوم. طيب احنا كده عرفنا ايه الجامعات الاهليه وليه الدوله اشتغلت عليها الفتره اللي فاتت. خلينا نتكلم بقى على الاقبال عليه. الاقبال عليها هنا من الشكل، البنيه التحتيه، ومن فخامه المبنى، ومن فخامه الاقامه، ومن فخامه اللي بيتقدم، ومن فخامه التخصصات. الاقبال شكله ايه؟ الاقبال الحمد لله كويس جدا. ابتدينا نكتسب ثقه المواطن، خاصه ان احنا عملنا طريقه التنسيق بتاعتنا معموله بحرفيه شديده جدا. بمعنى انا بيتحط لي طبعا الحد الادنى، طبعا. يعني مثلا هنقول ان الطب في الجامعات الاهليه لا يقل عن 82%، في الجلاله يصل الى 79%. انا خلاص اخدت الحد الادنى، بيدخل الطالب على المنصه بتاعتي دي الكترونيه تماما، يطلب الكليات او التخصصات اللي هو عايزها، بعد كده بيخش امتحان. الامتحان بيبقى جزئين، جزء عن التخصص اللي هو عايزه، اقيس مهاراته واشوف فعلا هل انت ده مناسب ليك، والجزء الثاني عن حاجه اسمها التفكير النقدي. اخد 70% من مجموعه في الثانويه العامه، اخد 25% من اختبار المهارات بتاعه ده، و5% من التفكير النقدي. اطلع له حاجه اسمها مجموع اعتباري وابتدي انسقه على الكليات اللي هو عايزها. وما قدرش يحقق الطلبات بتاعته، من حقه ان هو يعيد تاني التنسيق بتاعه. يبقى كل حاجه بشفافيه، بيمتحن في البيت او في الجامعه زي ما يحب. تمام. مراقب الكترونيا، كل حاجه قيست، وبعد كده ابتدي انسقه. فطبعا ده خلى الولاد فعلا يثقوا في هذه المنظومه. لما بقى راحوا وابتدوا يدرسوا ويشوفوا ان هم بيدرسوهم بطريقه مختلفه وابروتش مختلف، وشاف الشراكات الدوليه الكتيره اللي احنا عاملينها، ابتدت الحمد لله يبقى في هذه الثقه في التعليم الاهلي. وكل الكليات او كل التخصصات او كل البرامج اللي حضرتك بتعملها ليها نفس الاختبارات دي؟ طبعا. كله، مش الكليات مثلا العمليه بس، لا كله. الفنون، الادب، كله، يعني القطاع الطبي ليه، القطاع الهندسي ليه، القطاع الفنون ليه، القطاع الانسانيات ليه، كل دول ليهم اختبارات. اما عملت الاختبارات دي بصراحه كده ما حد سمعنا، يعني طلابنا مؤهلين؟ الحمد لله الولاد مؤهلين، ولكن احنا محتاجين اكتر، محتاجين بعض المهارات احنا شغالين عليها. يعني يجي لك من تحت مؤهل اكتر شويه، عايزين. يعني طبعا احنا على طول في تنسيق مع وزاره التربيه والتعليم العالي ووزاره التربيه والتعليم، ولكن ده احنا شغالين عليه اكتر. وكمان التنسيق بيني بقى انا كجامعه واحتياجات السوق، طبعا ما انا لازم ابتدي اشوف المصانع اللي حواليا. لا دي جايين لها، دي محور الحلقه بتاعتي طبعا، ده مهم، لان ده محور الفكره اعتقد اللي اشتغلتوا عليه. يعني هنا الدوله ما كانتش بتدور على انها تنافس القطاع
الخاص، لان كتير من الناس قالت مع وجود الجامعات الاهليه هي الدوله داخله تنافس القطاع الخاص وعايزه تقلل من الاسعار، مع ان انا شايف ان ده مشروع على فكره، ان انا اعمل عرض وطلب ويبقى فيه سياسه العرض والطلب واقلل من الاسعار، دي حاجه مش وحشه، بس انا عارف ان ده مش الهدف الاساسي. الهدف الاساسي كان هو ربط طلابنا فعلا والبرامج اللي حضرتك بتشتغل عليها بسوق العمل، وده اللي هنتكلم فيه مع دكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقات الدوليه والقائم بعمل رئيس جامعه الجلاله بعد الفاصل. اي استفسار ممكن من خلال ارقام رسائلنا على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 866. هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ولسه منورنا وفي ضيفتنا في الاستوديو دكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقات الدوليه والقائم بعمل رئيس جامعه الجلاله، واتكلمنا في تفاصيل كتير جدا قبل اذان العصر عن جامعه الجلاله وعن الجامعات الاهليه ومتقدمه كمان لكل طلابنا. وصلنا لمحور مهم جدا، هو محور البرامج وما تقدمه الجامعه من تخصصات او الجامعات الاهليه كمان معظمها مع الربط بسوق العمل، وده المهم جدا وده اللي كان بينقصنا. كان كتير من الخريجين من الجامعات بيخرجوا ما لقيش فرصه عمل، سوق العمل اتغير الفتره اللي فاتت ولسه بيتغير ولسه هيتغير اكتر. الدوله شافت ده وبدات تشتغل بقى على شكل من اشكال البرامج اللي محتاجاها الدوله. جامعه الجلاله بقى اشتغلت باكثر تفصيلا ونزلت لسوق العمل كمان، شافت هو محتاج ايه. دكتور محمد برحب بيك مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ. وصلنا للمحور المهم واساس فكره حضراتكم هو الربط مع سوق العمل، وصلتوا لده في ايه وعملتوا ايه؟ طبعا ده كان مهم. اولا اشتغلنا على كذا حاجه، ابتدينا نشوف سوق العمل محتاج ايه وايه الشغل اللي هيكون موجود كمان 5 و10 سنين. هايل. انا ما ببصش بس بقى على السوق الاقليمي ولا لا، انا ببص الاول على السوق المحلي، السوق الاقليمي والسوق العالمي. تمام. محتاج ايه؟ وكلهم فيهم متغيرات. طبعا في متغيرات وبتتغير على طول، وانا لازم اواكب هذه التغيرات على طول. صحيح. فاولا بشوفه ايه محتاج ايه؟ ايه الوظائف اللي هتختفي؟ تمام. وايه الوظائف اللي هلاقيها طالعه؟ وايه الوظائف اللي الدوله محتاجاها؟ تمام. يعني انا دوله زي مصر، انت عندك العاصمه الاداريه. طبعا. وببني حاجه زي العاصمه الاداريه واحده من اكبر المشاريع، يبقى لازم ابتدي اشتغل. وبرضه مدينه من الجيل الرابع. طبعا. لازم انا بعمل القطار السريع. صحيح. بعمل مونوريل. يبقى ينفع ان انا ما يبقاش عندي هندسه نقل، لازم يكون عندي هندسه. صحيح. نقل. عندي تحول رقمي بيحصل في البلد كله. اللي بتحصل في. صحيح. العالم كله. صحيح. وفي مصر بالذات. يبقى كل ده مش هحتاج ناس بتوع سايبر سيكيورتي، بتوع بيج داتا، بتوع ارتفيشال انتليجنس. يبقى انا لازم اكان اشوف حاجه مهمه كمان. احنا دايما بنتكلم على النقص بتاع الاطباء ومش النقص، لا، يبقى انا لازم كمان ادرب الاطباء واوجد الطبيب اللي يقدر يغطي الحاجات اللي انا محتاجها. وخاصة كمان المنظومه الطبيه كلها بتتغير عندي من خلال منظومه التامين الصحي الجديد الشامل. فابتدينا نشوف كل ده. لكن ده بس القطاع الحكومي. طب القطاع الخاص بقى محتاج ايه؟ نزلنا شفنا القطاع الخاص محتاج ايه، المصانع اللي حواليا، الشركات، الحاجات، المهارات اللي هو محتاجها. انا في حته مهمه جدا واستراتيجيه لمصر، جامعة الجلالة في مدينة الجلالة وجنبي ميناء العين السخنة، وعندي محور هام جدا هو محور قناة السويس. صحيح. يبقى انا اروح اشوف هيئة قناة السويس ايه الاحتياجات اللي هي عايزاها، يبقى لازم يبقى عندي حاجات في اللوجيستكس. طبعا. لازم اشتغل عليها، اربط ما بين ميناء الجلالة وميناء العالمين. عامل واحد من اكبر المؤتمرات عن النقل البحري في البحر الاحمر، عملناه في فبراير 22 وهنعمل الثاني في 23، ودعينا العالم كله، وكان معانا يعني دولة الدكتور خالد عبد الغفار. تمام. احنا بنهنيه بوزارة الصحة وربنا يعينه عليها، وكان طبعا معانا طبعا الفريق كامل، وزير وكل القيادات بتاعة وزارة النقل، جبت كل الجهات المعنية. طبعا. هو ده بقى ربط الجامعة فعلا بسوق العمل. تمام. انا في منطقة سياحية زي العين السخنة، روح عملت مؤتمر عن السياحة بالتعاون مع جامعة المنصور. تمام. الناس بتعتقد ان الجامعات الاهلية منفصلة. طبعا. ده انا ظهيري هي الجامعات الحكومية. لان انا اساتذة كتير جدا من اللي موجودين عندي، انا من الجامعات الحكومية ومنتدبين من الجامعات الحكومية في مهمة قومية، لان انا في النهاية جامعة حكومية اهلية. طبعا. فالتعاون ده، وحكي كنت لسه بتكلم على الجامعات الخاصة. وفي تنافس، لكن انا لسه من اسبوع بحضور معالي وزير التعليم العالي استاذ دكتور ايمن عاشور، موقعين مع واحدة من الجامعات الخاصة. هاي. المشهورة. يعني انت مش منافس. لا، انت كان في تضامن. احنا بنتكامل. هاي. احنا بنتكامل. وتوقيع الاتفاقية مش بس في تبادل اعضاء التدريس والطلبة، لا، ده كمان في البحث العلمي. لان مهم جدا حتة البحث العلمي. يعني جامعة الجلالة جامعة لسه بادية الحمد لله، ما فيش اقل من، بس هي بادية من الاخر. الحمد من لله. اخر ما وصلنا عليه. اكتر من 300 بحث على مستوى العالم. 50% منها طلع في حاجه اسمها Q1 جورنالز، يعني جورنالز العالي. طبعا. احنا ما اكتفيناش بس بالابحاث، لا، ده احنا ابتدينا بقى نشوف الابحاث دي ازاي نطبقها. وتم نشرها بالفعل وفي نشرها 50 واحد. طبعا. اكتر من 300 بحث. واضح ان حاجه كمان ايه، مش بس عندك فكره او بتعمل شكل من اشكال المؤتمرات لتبادل الخبرات، لا، انت نزلت على الارض وعملت اتفاقات فعلا، وعملت كتير من المذكرات التفاهم والبروتوكولات مع سوق العمل في حاجات كتير. عملت مع مين تاني؟ عملت مع الهيئه العربيه للتصنيع.
واحدة من أكبر المصانع الموجودة طبعًا. يعني بنفتخر بها قلعة الصناعة. ومختلف التخصصات مختلف شركات عالمية مش بدون ذكر أسماء هذه الشركات لكن ثلاث أربع شركات. ولما بعمل بقى الاتفاقيات دي يبقى الاتفاقية أبقى أنا الظهير العلمي لي والبحثي إلى جانب أني يعمل internships للولاد أن هم يتدربوا. يعني عندي الحمد لله الطلبة بتوعنا خرجوا في كذا شركة من الشركات دول راحوا يتدربوا وده يتحسب من الكريدت أو لأن إحنا الهدف بتاعنا إيه أن واحدة من الجامعات الكبرى إحنا كنا لسه بنتكلم معها الطالب ما بيتخرجش غير لما يكون يشتغل من 3 ل 6 أشهر في سنوات الدراسه بتاعتك على مدى المده التدريبيه كل المده التعليميه اللي هو 4 سنين بقى 5 سنين بس انا عارف ان عندك بالسمستر اعتقد بالظبط ويتحسب من الكريدت اور بتاعه هي. وده لازم يخش فيه هو ده اللي احنا شغالنا فابتدينا اول حاجه بندرب الولاد وبيشتغلوا في الكامبس وبيقبضوا هي. يعني عملنا وظائف داخل الكامبس بتاع جامعه الجلاله بمرتب والولاد هم اللي بيشتغلوا فيه. الحاجه الثانيه ابتدينا نعمل انترنشيب اوفيس بحيث ان احنا مع كل الشركات والجهات اللي احنا عملنا معاها الاتفاقيات دي يبتدوا الولاد يخرجوا علشان بعد كده اعمل اوفيس كامل للكارير بقى علشان الولاد اول ما يتخرجوا نربطهم بسوق العمل ويشتغل. ده في الشق التدريبي. في الشق التعليمي حضرتك قلت لي ظهير التعليم هو حضرتك هل اشتغلتوا مع بعض وقعدتوا مع بعض من خلال اتفاقيه على شكل من اشكال المناهج اللي يتم دراستها لتوفير بقى ده في سوق العمل؟ طبعا واحنا كمان رحنا عملنا اتفاقيه مهمه جدا يعني بقى في مرونه يا دكتور في ده طبعا. كان زمان المناهج الصماء وهو ده وانت بقى شوف الحاله. لا ده انا اتفقت مع جامعه اريزونا زي ما اقول لك جامعه اريزونا واحده من احسن الجامعات على مستوى العالم نمره 1 في الابتكار على مستوى العالم واحده من احسن 130 جامعه. انا لما رحت وعملت معاها البرامج المشتركه بدل ما اولادنا يسافروا انا واخد الكور بتاع البرامج بتاعت اريزونا وحطيتها عندي وبالتعاون معاهم احنا بندرسها فانا كده قدرت اخد فعلا يعني اعلى حاجه وصل لها فعلا العلم وبطريقه التدريس اللي هم بيدرسوا بيها باخد بقى تلت اعضاء التدريس جايين من عندي وتلت اعضاء التدريس جايين من جامعه اريزونا والتلت احنا متفقين عليه. ده شهاده دوليه معتمده بجد طبعا يا لكنه هناك هو كانه هناك هو الاربع سنين عندي وبياخد شهاده مني معتمده من مجلس اعلى الجامعات لان ده سؤال بنساله كتير طبعا. الجامعات الاهليه معترف بيها صحيح انا هرد على حاجه دي جامعه حكوميه بالظبط يعني معترف بيها داخليا وانت كمان بتعتمدها دوليا اهو بالظبط وبياخد شهاده من جامعه ولايه اريزونا اريزونا ستيت يونيفرسيتي تطبق امتى او يبدا تطبيق فعلا السنه دي ابتدى السنه دي يعني اولادنا داخلين السنه دي عندهم 5 برامج متوفرين في ايه في الهندسه كمبيوتر انفورميشن سيستم الماركتنج الادمنستريتيف ساينس والسوفت وير انجينيرنج ان شاء الله احنا رسمين بلان طبعا مش مجرد هنقف على الخمسه دول احنا الهدف بتاعنا ان احنا في اقل من 5 سنين نوصل ل 35 برنامج في التعاون مع جامعه وموقعين على كده في شكل الاتفاقيه لمده 20 سنه هي. اتفاقيه طويله المدى لمده 20 سنه تبين ازاي ان انا كمصر وكجامعه الجلاله مع جامعه اريزونا فعلا دي شراكه حقيقيه قدرنا ان احنا نوصل لها ودي اول شراكه فعلا احنا بنفتخر فيها وكمان احنا دي بنقول لكل الجامعات الاهليه اللي معانا احنا مستعدين ان احنا نساعد اي حد ما وقفناش بس عند اريزونا جبنا هيروشيما كمان هي يعني ده كان مهم جدا حيت لازم توري الولاد الكالتشر المختلف ما يبقاش توجه ناحيه حاجه واحده بس لكن بصينا كده لقينا ان جامعه هيروشيما مشهوره جدا في مجال طب الاسنان مصنفه كمان والهندسه فبقوا عندنا 15 استاذ من جامعه هيروشيما بيدرسوا في الهندسه بيدرسوا في العماره بيدرسوا في طب الاسنان واللغه اليابانيه هي وابتدينا نعمل هذه الشراكه معاهم فده ادى طبعا بعد مختلف تماما بالنسبه للطلبه لما يتعرضوا لكالتشرز مختلفه طبعا. فطبعا بتسقلهم من البدايه وخاصه انهم جايين لهم في اقليم قناه السويس والتنميه اللي بتحصل هناك فلازم يبقى عند محتاجين شغل من ده ومحتاجين اللغه كمان وده اللي احنا عملناه كمان ان احنا ابتدينا نخرجهم بقى يعني الانشطه الطلابيه اللي عندنا كانت مهمه جدا انا عندي اتحاد طلاب تمام وافتخر ان رئيسه اتحاد طلاب بنت من الولاد ونائب الرئيس كمان برضو بنت طالبه احنا ملناش فرصه خلاص احنا خلاص خارجين يا دكتور خالص يا احمد واضح ان احنا هنقعد البيت الفتره اللي جايه. عجبني حاجه في كلام حضرتك يمكن ما حدش كتير ياخد باله منها وهو حضرتك عملت الاتفاقيه 20 سنه ده ما كانش بيحصل زمان يا دكتور. ليه ما كانش بيحصل زمان؟ عشان كنا مربوطين بالفتره الزمنيه ان المسؤول قاعد فيها فبيقعد 4 سنين هيعمل الاتفاقيه 4 سنين. واضح ان هنا موضوع الكراسي والالتزام ما فيش حاجه في حاجه اسمها مصر بقى دلوقتي وانا هعمل مهما ان انا مش دي اللي جايه ورايا مكمل السيستم والسرجيه المحطوطه. انا فاهم صح؟ انت كلامك مظبوط. ليه بقى انت ليه كده؟ لان انا دلوقتي خلاص انا عندي حاجه اسمها رؤيه مصر 2030 صحيح خلاص محمد موجود احمد جه احنا حاطين كله بقى يكمل وانا في الجامعه انا حاطط استراتيجيه لمده 5 سنين تمام. ب10 محاور بتيم بيعمل امبلمنتيشن وانا مجرد ببص انا جيت انا مشيت الاستراتيجيه ماشيه مكمل. بس اهم حاجه ان الاستراتيجيه دي يكون فيها
الفلكسبيليتي طبعا اي تغير والمرونه انك انت تقدر عشان اختلاف الاشخاص كل واحد هيجي يضيف اكيد بالزبط. يعني والا مش هغير فقدرت ان انا اعمل كده كمان الدوله بتخططها ليه مفيش دولة في العالم بتعمل 12 جامعة أهلية وسبع جامعات تكنولوجية في سنة تفتح صحيح. غير مصر اللي هي عارفة هي بتعمل إيه أنا أقدر أقول لحيك إن إحنا خلاص حطينا الخطة بتاعت التعليم العالي مدة 30 سنة قدام أنا حاليا عندي 3.6 مليون طالب في التعليم تمام. باللي أنا بضيفه ده أنا وصلت للاستراتيجي بتاعتي على 2050 أنا على 2032 عايز العدد يوصل ل 5.6 مليون طالب يبقى أنا ابتديت فعلا أضيف عدد المقاعد المناسبة للطلاب في الجامعات الحكومية الأهلية الخاصة التكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية الأعداد دي يمكن أنا بتابع كمان مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي اسم مجلس الوزراء وبيتكلم على الزيادة السكانية وبيتكلم إن إحنا مش هتوصل أكتر من كده يا دكتور ما تقلقش إحنا بنزيد على أرقام اللي أنا شايفها قدامي أهو 2.6 يعني معدل النمو فإحنا بيتضاف لنا ملايين كل سنة ده يأثر على الجودة؟ ده اهم حاجه عندي بقى ان انا بعمل حاجه اسمها الاعتماد علشان اخد الاعتماد بتاعي ويبقى الاعتماد مش اعتماد محلي فقط لكن اعتماد محلي وعالمي لازم بفضل محافظ على الجوده بتاعتي انا عندي في وحده للاعتماد وللجوده ودي وظيفتها ويجي عليا مراقبه ويشوف انت وصلت لغايه فين كان لسه ولجان القطاع عندي في المجلس الاعلى للجامعات تيجي وتفتش عليا وتبعت لي تقول لي لا ده انت لازم لكل 25 طالب عندك استاذ ده انت هنا كان عندك واحد ل 27 لازم تتصرف تمام. مش واحد ل 40 مثلا هاي. لا فده كله هروح انا مراجع وهتبتدي تعين اعضاء التدريس بس تعين اعضاء التدريس ده لازم تسالني عليه تعين اي حد لا لا طب ده بيبقى باختيار دقيق جدا بلجنه وتلاقي انا عندي حاليا اكتر من 80 عضو هيئه التدريس غير الهيئه المعاونه كلهم تم اختيارهم بدقه شديده علشان يحقق الاهداف بتاعه بس ما بتقفش عند كده برضو يا احمد انت لازم كمان تبتدي تعمل لهم تنميه مهارات صحيح انت بتقول لحضرتك عشان انت شغال على فكر جديد بالظبط بتغريهم بايه ما هو شغال برضو وموجود بتغريه عشان تجيب الجلاله عندك سؤال فلوس نمره واحد ماشي غير الفلوس الحلو ان انا ابتدى يجي لي ناس من بره يعني مصريين وكانوا شغالين اللي شغال في امريكا انا عارف في كندا كبير صحيح وابتدى يقول لك ايه ده مصر بتتغير ده في فكر جديد ده انا ممكن احقق اللي انا كنت بعمله ونفس الطريقه اللي انا بشتغل بيها بره بعملها فاستقطبته فبغري اولا طبعا المرتب اللي انا بديه مرتب يعتبر مرتب محترم جدا لكن طريقه الشغل يتناسب بس مع دخله يعني بالظبط طريقه الشغل طريقه التفكير صحيح. طريقه التدريس الحريه اللي انا كمان اللي الحريه اللي انا بديها له في ان هو يدرس المناهج بتاعته الشراكات الدوليه اللي هو بيعملها صحيح. المشاريع اللي بيعملها انا الحمد لله لسه عندي 3 طلبه لسه راجعين من جنوب افريقيا في البروجرام بتاع البايوتكنولوجي عندي 10 من الولاد في العماره مسافرين هايل والانفتاح بتاعهم ده رايحين يعني انت عامل انفتاح كمان من خلال هيئه التدريس مديله من المساحه نطلع لي كمان بره وشوف لي ايه اللي بيحصل ده هو لازم وبيعمل كده وبيجيب كمان مشاريع الجامعه بقى لها سنتين زي ما بقول لك انا جايب اكتر من 12 13 مشروع ممول من الاس دي اف في مصر من البريتش كونسل من حاجات خارجيه الحاجات دي مهمه جدا لانها بتفتح الافاق للولاد لسه بنتكلم مع السفاره الايطاليه هنا ان احنا نعمل معاهم ورك شوب قريب ورشه عمل وهكذا الحاجات دي كلها مهمه ده كله اما نبص عليه بصه من فوق كده يفرق في تصنيف جامعاتي يعني اكيد ده هيفرق في التصنيف ده حطه بقى في الاعتبار بس بص لازم ابص الاول اشوف هي مصر عملت ايه مصر 2015 كان عندها 3 جامعات بس في التصنيف تمام في احسن 1200 جامعه 2022 انا بتكلم على 22 جامعه حكوميه داخلين في تصنيف احسن 1200 جامعه طب انا كجامعه الجلاله لا ده انا حاطط في الخطه الاستراتيجيه بتاعتي ان في خلال 5 سنين اكون داخل تايمز هاير اديوكيشن ليا تصنيف في الكيو اس وشغال على كده وبشغل كل اعضاء التدريس وعارفين انك انت عندك هدف في خلال 5 سنين لازم تكون وصل له الهدف ده داخله بايه داخله برضه مثلا بالذكاء الصناعي داخله بالبرامج الجديده ولا هتخش له بايه داخله بحاجات كتير قوي اولا داخله السكولر شيبس اللي انت بتديها انت بتدي منح المنح انت بتنشر قد ايه انت ربطت سوق العمل بجوده التعليم اللي عندك قد ايه الابحاث العلميه اللي طالعه من عندك كل الحاجات دي شغالين عليها بحيث انك انت لما تيجي تقدم يبقى فعلا تظهر في التصنيف العالمي هايل خلينا ارجع مع حضرتك بقى اخش معاك جامعه الجلاله كده وافرج الناس واحنا قاعدين برضو في الراديو كده جامعه الجلاله فيها ايه انا عارف فيها مدينه طلابيه كمان يعني لو حد عايز يبقى فيه اقامه ليه بعض الناس ممكن تستبعد المشوار عندكم فعلا صح اولا انا معترض على تستبعد المشوار ماشي انت معترض على الاثنين ولا عارف وانا قصدهم الاثنين عشان تصلح انا اولا على بعد اقل من 40 دقيقه من العاصمه الاداريه تمام واقل من ساعه من التجمع
يعني انت لو رايح من التجمع رايح 6 اكتوبر تاخد اكتر مني بكتير. طبعا مش طبعا المحور واقف على اكتوبر وبتاع مع التوسعه طبعا اللي حصلت في اكتوبر, بس التكدسات برضه موجود مع التوسعه ومع طريق السخنه الحاجه العالميه لطريق الجلاله مفيش في اقل من ساعه هتكون موجود. تمام. ثانيا انك انت تقول مدينه جامعيه دي كانت زمان, لا الاولاد بسم الله ما شاء الله قاعد ما انا جيل قديم برضه يا دكتور يعني فندق 5 نجوم ما شاء الله, احنا وفرناهم ما شاء الله, ده كان مهم جدا لانهم امانه في رقبتنا. صحيح. والدوله كانت مهتمه جدا بالشباب فاحنا عندنا فعلا الدورمز بتاعت الولاد حاجه 5 ستارز هم بيحافظوا عليها ودايما بنعمل لها رينوفيشن. عندي اكتر من 1200 سرير متوفرين للولاد حاليا في الجامعه. لكن انا ما وقفتش هنا, انا فكرت انا قلت انا كمدينه انا كجامعه الجلاله اللي هتقوم عليا مدينه الجلاله طبعا, فابتدينا نشوف بره فقدرنا نوفر حوالي ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه اكتر من 1500 سرير في الكومباوندز اللي حوالينا والمناطق السكنيه اللي حوالين الجلاله في مدينه انت الجلاله. انت بتقوم الجلاله كلها بقى, كلها ما هي هتقوم على الجامعه. لان الجامعه انا شايف الجلاله دي كذا مشروع طبعا. اولا انا عندي جامعه بكل المقومات بتاعتها, عندي المدينه او الدورمز بتاعت الولاد. تمام. عندي المستشفى دي حاجه على مستوى عالمي تشيل اكتر من 600 سرير وتتجهز حاليا. لجانب عندي قاعه المؤتمرات دي حاجه عالميه ان شاء الله قريبا جدا يكون فيها احداث تستضيف فيها مؤتمرات. طبعا. طب ما انت هتجيب داخله يا دكتور عالميه شاطر برضه. لا شاطر الصراحه غير طبعا ان شاء الله ان شاء الله يعني لما يشرفنا فخامه الرئيس يكون موجود نحط حاجه الاساس بتاع اكاديميه الجلاله للعلوم. هي طيب اخر سؤال معانا وطلت على حضرتك معلش, بس الشروط القبول بقى كل طبق الجمال اللي انتوا عاملين تتكلموا فيه ده الشروط القبول ايه؟ شروط القبول زي ما قلنا احنا محطوط لنا حد ادنى. تمام. تخش الامتحان اللي انت بتدخله دي المراحل المختلفه كل مراحل التنسيق يشوف عند حضرتك ايه ويعرف يقدر يخش عندك ولا لا. بالظبط. دخل الامتحان اللي احنا اتكلمنا عليه اتنسقت بتيجي وبتدفع المصاريف بتاعتك وبناخد المنحه بتاعتك. تمام. انك انت لو جايب من 300 الاول على الجمهوريه دول واخدين منحه كامله. هي. بس هل نسينا بقى التفوق الرياضي؟ لا. برافو عليك. لو اي حد واخد ميداليات ذهبيه بياخد منحه, بتوصل المنحه 100%. هي. الى جانب كمان فكرنا قلنا اريزونا غير ان احنا حوالي 20% من المبلغ لو كنت سافرت, لا ده احنا قلنا لازم في البدايه نشجع اولادنا ان هم يكونوا موجودين فكلهم واخدين منح من 20% ل 35% بحيث ان فعلا الولاد, واحنا طبعا مقدرين جدا الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بالعالم كله, فقلنا دي كانت مهمه جدا ان احنا نديهم المنح دي عشان الولاد يحسوا فعلا ان الدوله في ظهرهم في كل حاجه. دكتور محمد نورتنا ونورت راديو 90 والساعة جريت معاك جدا في كلام محترم وشايك لمجهود بيتم على الارض بجد. كل التوفيق ليكم ان شاء الله, وان شاء الله نجيلكم قريب باذن الله ونحاول نوري الناس بجد الجامعة فيها ايه بالظبط بصور كمان ان شاء الله من راديو 90 ان شاء الله. وتنورونا يا احمد وميرسي جدا ليك وللساده المستمعين. كل الشكر ليك دكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات والاتفاقات الدوليه والقائم باعمال رئيس جامعه الجلاله. حبينا نكون مع كل طلابنا بيفكروا في ايه دلوقتي, عرضنا لهم جامعه الجلاله وعرضنا لهم كتير من فكر الجامعات الاهليه عشان تبقى فرصه ليهم لمراحل التنسيق المختلفه. زي ما اعتقد المرحله الاولى خلصت, المرحله الثانيه شغاله ان شاء الله, كل طلابنا يلحقوا باذن الله والفكر كامل لكل طلابنا يتغير. وقبل طلابنا ان شاء الله اتمنى الفكر يتغير لاولياء الامور. خلصنا حلقتنا ولكن دعي وهكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للرابعه.